بدايته عجيز وصغيرة. أولي ما في بيت إلا يشتغل فيه، أي يشتغل فيه خفات، قراطل، نقالات، أي كل شيء يشتغلوا فيه، أي نحوش فيه بامة، عنب، تين، أي نحش فيهم، كل شيء يشتغل فيهم. كنا هيك صغار، الله يرحمه ستي وأمي يشتغلوا، إيه جينا هيك باركنا هيك جنبهم نلعب وجينا. قلت والله أحسن ما عم ننط هيك صغار. قالت لي أمي الله يرحمها تعي لك بنتي عملي بدوة وبركي اشتغلي. والله جيت عملت بدوة هيك وعملوا لي مخرز وبركت جنبهم، صرت أشتغل إيه وتعلمنا وصرنا ننسوج تابعنا. إيه كبرنا شوي إيه جوزنا وبعدين نسجنا بطلنا نشتغل. إيه والأمور مش فداخت علينا الزمان ونزحنا وما ظل شيء بالحال. إيه جاب لي قصال وصرنا نشتغل، راي جاب لي حشوة من الجبل واشتغل، رجعنا للتراث القديم. القصال له أنواع كتير، يعني هي اسمها مثلا قرطال، إيه طبوغة، إيش اسمه طبق أكبر، إيش اسمه نقال، قفة، قفة. في عليهم طلب على تارب، ولا طلبون مني طلب مشان يحطوا فيه الكنافة، شعر الكنافة، إيه وطلبون كتير يعني عالم يجوا يطلبون على الجهاز. خلينا نشتغل القطعة تطول يعني 5 أيام والأصغر 3 حسب واحد يبرك ويشتغل. يا الله أنا بجيب له الأغراض وبروح على الجبل بجيب له قش، بروح المعمل بجيب له قصل نوع أول وبجي وهي بتنسجن هون، وأنا بصير بنزل منهم على كله وشي على الوس بنبعث منهم على اللي بنعرفهم يعني على الغرف، وبنصير بنبيع منهم الوحدة بشكلات حسب كل وحدة حسب حقها، وما في لأني حدا عم بيشتغل من هالعمل هذا وعايشين من وراء الله وراء هالشغلة. والله أنا بريد مصلحة القصل ما تموت، تراث قديم.